أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتمويه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خدایا ہمیں آج کے دن ذہانت اور تنبیہ عطا فرما اور حماقت اور جہالت سے دور فرما دے جو خیر بھی آج کے دن نازل کیا ہے اس میں میرا حصہ قرار دے اپنے جود و کرم سے اے بہترین کرم کرنے والے